نقابات الصحفيين الفرنسيين وأصدقاء المهنة ومنظمة مراسلون بلا حدود وهيومان رايتس نظموا هذه الوقفة الاحتجاجية من أجل الإفراج عن الصحفيين الفرنسيين الذين تم خطفهم في سوريا منذ حزيران الماضي، وهم نيكولا إنا ويعمل حساب مجلة لبوان وبير توريس لقناة أرتي تلفزيونية الفرنسية الألمانية وفرانسوا ديدييه من راديو أوروب آن والمصور إدوارد إلياس. عائلة المخطوفين الأربعة الذين حضروا وعبروا عن مخاوف على مصير أبنائهم وطالبوا المختطفين بالإفراج عنهم، بخاصة وأنهم ذهبوا لمساعدة الشعب السوري. Nous sommes toutes les familles très conscients que nos enfants ont été enlevés dans un travail de journaliste sur lequel ils voulaient rendre compte de ce que vit le peuple syrien. منظمة مراسلون بلا حدود أكدت لنا بأن المخطوفين الفرنسيين على قيد الحياة، ووجهت بيانا حملت فيه السلطات السورية على المسؤولية عن حياتهم. Nous croyons parce que nous avons des éléments que les quatre journalistes français retenus en otage en Syrie sont vivants. Il y a des informations sur la nature, l'identité de ceux qui les détiennent. فرقة لاجئي الراب السورية قدمت رسائل مغناة إلى الداخل السوري من أجل الإفراج عن الصحفيين الفرنسيين. نحن منطالب أي جهة، يعني إن كان من الطرفين، إنه اللي مختطف هدول الصحفيين يطلقوا سراحهم مشان أهليهم، مشان يعني يوصلوا يضلوا يوصلوا الرسالة لكل العالم إنه عن الشيء اللي عم بيصير بسوريا وبلاد تانية. كما انضم صحفيون عبر الهاتف تحدثوا مباشرة من بعض المناطق التي تسيطر عليها المعارضة عن معاناتهم اليومية، وتحدث صحفيون آخرون من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا أفرج عنهم مؤخرا عن خطورة الجماعات المتشددة، ورغم ذلك دعوا إلى عدم الخوف من الذهاب إلى سوريا لنقل حقيقة الانتهاكات ضد المدنيين. صحفيون فرنسيون ما زالوا بعيدا عن المهنة ودفء العائلة في سوريا منذ حزيران مايو الماضي، تهمتهم الوحيدة أنهم كانوا يقومون بواجبهم المهني كصحفيين لنقل بعض مأساة الشعب السوري إلى الرأي العالمي. سعد المسعودي، العربية، باريس.